لما في إرادة في طريقة. الواحد إنه يستسلم كتير سهل يستسلم، كتير سهل يقول خلص ما بدي أعمل ولا إشي، ليش أدخل في هذا الموضوع وخليني أنا في بيتي وعيلتي. الإرادة موجودة، الطموح موجود، لكن دايماً بحس إنه رسالتي في التحدي. عن جد الموضوع مش سهل إنه الواحد يحاول بين هون وهون. يعني إذا عندك إشي حاب إنك تشتغل فيه وحاب إنك توصل رسالة من خلاله فليش لا؟ الحياة حلوة بس نتهمها، الحياة دين وما احلى. أنا صابرين كمال، عمري 29 سنة، الأصل من قرية جنب جنين اسمها زبابدة، ولكن كل عمري عايشة في رام الله. يعني حاليا أم لطفلين، بنت وولد يعني، وبشتغل في رام الله في بزنس زوجي يعني، وعندي موهبتي الغناء اللي زمان فيها. يعني بلشت أغني وأنا عمري كتير صغير، لأنه موضوع الموسيقى في العيلة يعني هيك هو بالوراثة. أنا عندي ستي بتعزف، وحياة سيدي، ماما، أخوالي، من شقة أمي يعني، وأكيد بابا شخص كمان بحب الطرب، بحب يسمع وعيلته وهيك، فالموضوع هيك وإحنا صغار يعني. يعني يمكن ماما اللي انتبهت لموضوع انه انا ممكن عندي موهبة صغيرة او عندي صوت اذن موسيقية زي ما بيحكوا، بغني على ايقاع معين، فانتبهت قالت يمكن في اشي يعني، فكنت بلشت فيه وانا في المدرسة. فلما كبرت في الجامعة اكتر صرت احاول ادور على هويتي في الغنى، يعني ايش بدي بالضبط، بدي الاشي اللي مثلا الطربي، بدي الاشي التراثي، فكنت ادور على فرق، وبالفعل يعني اشتركت من اكتر من فرقة. وكمان وأنا بالجامعة عملت أعمال خاصة باللهجة المصرية لهلأ موجودة على اليوتيوب، ويعني بحبها. مزبوط كنت صغيرة وقتها، وكانت خبرتي يعني برضو صغيرة في التسجيل وفي الاستوديوهات وفي الأغاني، بس كانت مرحلة حلوة يعني. بعد هيك صار الموضوع عندي انه كبر شوي، حسيت انه في اهتمام مجتمعي، مش بس اهتمام بالجامعة واصدقائي والشوي المجتمع الاكبر، لا صار في اهتمام شوي اكتر من هيك. صرت يعني نادوني اوقات امثل مثلا البلد، امثل يعني الفتاة الفلسطينية، خلينا اقول اغني تراث، اغني وطني، اغني اوقات طربي يعني بحسب المناسبة. فحسيت اني بقدر اجمع بين هذا الاشي، ما بدي انه اشخص حالي على اشي واحد، بالعكس بغني رومانسي بحب، بغني قديم بحب، بغني تراثي وكمان وطني يعني. هذا الشاهد الممنوع يحكي حكايته للناس، غزة اولادنا الكبدوا على حجارة مع الكرات. بحب كنت البزنس، بحب التصوير، كنت بتمنى لو انه جامعتي اللي قريبه مني فيها تخصص موسيقى، بس للاسف ما كان موجود في بيرزيت، يعني انا خريجه جامعه بيرزيت. فدرست هذا الشيء وكنت احبه، ولما خلصت اشتغلت شويه في الماركتينج، ولما اجيت بدنا نعمل البزنس العيله يعني كانت لي يعني بعض الاراء اللي وظفت فيها دراستي والشيء اللي بحبه في شغلي الخاص يعني. لكن موهبتي ما كان لها علاقة في دراستي، كنت كمان مرة بتمنى أنه يكون في تخصص بس ما كان موجود، عشان هيك كنت أنا جهد شخصي أني أنا أنمي موهبتي، وهذا الإشي أبداً مش سهل يعني، مش سهل تلاقي شخص ممكن يدرب صوتك، أنت كمان تلاقي الوقت لحتى وبين الوظيفة وبين الموهبة في هذاك الوقت يعني قبل مسؤولية الزواج والأم. يعني كتير لحظات كانت حلوة، مثلاً بتذكرها يعني بالزاوية الفنية بحياتي، إنه مثلاً لما نزلت عمل خاص، لما نزلت أغنية اسمها جنبك سبني أعيش على اليوتيوب، أنا كنت في الجامعة يعني طالبة، وبتذكر وقتها يعني هيك المجتمع صغير يعني بالآخر ناس إلا ما تسمع شوي، فكنت أدخل على مكان أسمع ناس بدندنوها، أدخل على الكافيتيريا حاطين لي أغنيتي، وقت تخريجي حطوا أغنيتي، يعني كان لفتة حلوة. فكنت أنا يعني هاي اللحظات إنه أحس إنه في نوع من الاهتمام والتقدير يعني للإشي اللي بعمله، كنت مبسوطة فيه.
اوقات بنزل اشي بصوتي كتير صغير بياخد مثلا فيوز ما بتوقعها يعني، او انه ما بحكيش عن ملايين بس انه يعني بغض النظر انه بياخد مثلا صدى حلو، فبرضو هاي اللحظات بحبها، بحس انه الناس ممكن بتحب انه تسمعني وهذا اشي ببسطني يعني اكيد. صح ما غتت من فرقتك بس ناسي راحت بالي، يا ناسي يا كوني وهلي من تبعدش يبقى لي هو انت وياك، واحس كلش مكانك خالي كلش مكانك خالي خالي. أوقات تانية مثلاً هديك السنة 2018 كانت سنة فنية حلوة علي، يعني دائماً يمكن بحكي كان في إلي مشاركة في مهرجان في عمان، والمهرجان كنت من ضمن فنانين يعني أسماء اللي هم محمد عساف من فلسطين، ديانا كارزون من الأردن، ونداء شرارة من الأردن، حازم شريف من سوريا، توني قطان وأنا من فلسطين. كانت مشاركة حلوة يعني من الأشياء اللي كتير مميزة بعتبرها. في كمان إلي كانت مشاركة في أوبريت غزة، أوبريت غزة من 4-5 سنين وقت الحرب على غزة، كمان أوبريت كتير حسيت أخذ صدى وخاصة في غزة يعني مع فنانين فلسطينيين كل الاحترام لهم زي برضو محمد عساف، هيثم الشوملي، ليان، توني قطان وعمار حسن، فيعني هاي المحطات بسميها المختلفة، زائد أشياء يعني الخاصة زي كوفر عملته من سنتين لو كان بخطري، وهلأ بشتغل كمان على أسلوب الكوفرز اللي هو إعادة غناء الأغاني الأصلية بس بصوتي الخاص. لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم ولي عندي أغلى مكان، نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان. هلأ الموازنة بين إني أكون أم ويعني شخص عنده موهبة وعنده شغله أكيد ما بيصير إلا بدعم الناس اللي حوالي، أول إشي دعم زوجي اللي أنا دائما بحكي يعني أهم إشي إنه أنا لما أعمل إشي يكون في شخص بدعمني، بالعكس بيعطيني هالوقفة يعني بيعطيني هالمساعدة، أنا عندي طفلين مش سهل يعني، أنا لما بدي أطلع مثلا خليني أحكي مثال أصور كفر هو ببين 4 دقايق بس الموضوع بياخد ساعات، لما بدي أروح على مهرجان في عمان أغيب ليلتين كمان بدي مساعدة، أنا كمان أهلي جنبي ساكنين وبيساعدوني خواتي زوجي، فطبعاً دعم الأصدقاء دايماً يعني كلماتهم تعني لي والناس اللي حوالي، فعن جد الموضوع مش سهل إنه الواحد يحاول بين هون وهون، بس الموضوع دايماً بيحتاج إنه شخص يكون معك يعني أو ناس بيدعموك. يعني كمان أنا بصراحة بجرب إنه ما أقصر في حالي، لما في إرادة في طريقة يعني، والواحد إنه يستسلم كتير سهل يستسلم، كتير سهل يقول خلص ما بدي أعمل ولا إشي، بديش أدخل في هذا الموضوع وخليني أنا في بيتي وعيلتي، بس لا يعني بيرجع فيه ضميره اللي بقول إنه حرام يعني، إذا عندك إشي حاب إنك تشتغل فيه وحابة إنك يعني توصل رسالة من خلاله فليش لا. حلو كمان موضوع التصالح مع النفس لأنه بيريح، لأنه إذا بدي ضل الفنان بس يتفرج إنه وين وصلت، أنا نمبر ون، أنا في أقوى مني، مين عمل هيك، في حدا طلع عني، مش الموضوع هيك أبدا، موضوع بالقيمة يعني مش بالسرعة. هلا
هلا بالنسبه زي ما حكيت الناس اللي بتدعمني يعني كمان يعني اطفالي بدعموني بطريقه معينه يعني ممكن اوقات بنكون بالسياره بحطوا الراديو اغنيتي يعني فابني مثلا بنعجق ماما وهيك وعلي وما نسمع ماما يعني حلو كمان بحس انه هذا نوع من انه ابني حاب يعني اوكي وما بيفهم يعني شو بس انه معجوق يعني بنتي اوقات مثلا بروح مقابله على التلفزيون بخلي ماما تحطها تشوفني يعني او هيك مثلا فبكون برضو لهم هيك يعني اضافه حلوه وبرتاح نفسيا هيك يعني بانبساطهم يعني للموضوع. كيفك قال عم بيقولوا صار عندك اولاد انا والله كنت مفكرتك برات البلاد كيفك قال عم بيقولوا صار عندك. هلا دائما هيك الشخص لما يسألوا يعني ايش طموحك يعني اوف شو هالكلمه الكبيره يعني طموحي اهم طموح لي اني يعني اقدر اوفر لاولادي حياه مناسبه لهم اهم شيء عندي اني انا اكون شخص قادر انه يكون موجود في عيلته بطريقه فعاله وناجحه يعني من ناحيه موسيقيه وفنيه طموحي كثير كبير يعني ما عندي يعني أقول إنه مثلاً بطمح 1-2-3 ما عندي 1-2-3 مع مرور السنين الطموح بتغير مع التجربة والغلطات والدعم وإلى آخره الطموح بتغير بس إذا بدي أحكي وين طموحي طموحي إني أنا أضل أعمل الإشي اللي بحبه يعني أنا بحكي إنه بالنسبة لي شخصياً هذا ولا حتى نص الطريق يعني أنا لساتني ببني في طريق بس زي ما حكيت يعني قبل إنه أنا ببني في طريق يكون مريح لي مريح لعيلتي مريح لموهبتي فنصيحتي لأي شخص بحاول يرسم طموحه أو طريقه إنه يكون الطريق بيتوافق مع حياته ما يكون خيالي ما يكون مش واقعي ما يكون بحمله مسؤولية أكبر من اللي هو أصلاً فيه فيعني رسالتي بتكون إنه لأي شخص بحاول يبني طريقه إنه يعني يمكن الإرادة كتير إشي مهم كتير أوقات بنقول ما بدنا خلص بدناش نكمل بدناش ندور بدناش نضحي بس لما في يعني إشي جوانا بيدفعنا دايما في كل مرة منقرر هذا القرار بالعكس أنا بحكي إنه نصغي للصوت اللي جواتنا نصغي للإشي اللي إحنا منحب نعمله ومنحب إنه نبدع فيه يعني في سواء بالفن أو في إشي تاني فدايما أنا رسالتي هي الإرادة 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 يعني لأن هي اللي بتصنع الطموح والتحدي كمان خاصة في بلدنا وخاصة للنساء. هل عمر اللي غاب داير عالطرقات يفرق الأحباب يبعد مسافات والتقينا سوا عطريق الصدفة زينا أسامينا والماضي ما بيشفي الهوى خلف الباب يحكي تنهدات على قصص ناس رسام وحكايات